عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا بكم معي، تنرحب بكم وتنشكركم على التعليقات ديالكم الرائعة، شكرا لكم. وتنرحب بالناس الجدد معي، مرحبا بكم معي. واليوم كما تشوفوا بغيت نشارك معكم لي بط بالصلصة البيضاء اللي تيجيو رائعين، تيجيو بنان وسهلين في التحضير وجد اقتصاديين. بسم الله على بركة الله، ندوزو لطريقة التحضير. على بركه الله تنرد الماء وتنخليه حتى يوصل لدرجه الغليان، وتنزيد عليه واحد شويه تاع الزيت، واحد شويه تاع الملحه تتبقى ديما على حسب الذوق. وغادي نخليه حتى يوصل لدرجه الغليان ونرد لي باط. وهنا بعد ما غلى الماء تنزيد لي باط. انا درت هذا النوع تاع لي باط، والنوع تيبقى على حسب الرغبه. غادي نخليهم يتسلقوا يطيبوا، وفي نفس الوقت ما يتعجنوش، نحركهم واحد شويه نخليهم يتسلقوا، ما غاديش نخليهم يتعجنوا وفي نفس الوقت يطيبوا. وهنا فاش نرد لي باط يتسلقوا تنديروا لاصوص، تندير واحد المعلقه نتاع الزبده، غادي ندوبها، غادي نضيف عليها جوج معالق نتاوع ميزينا نتاوع النشا. هاد الصلصة تجي رائعة، تجي بنينة، ممكن تحضروا بها عدة وصفات. غادي نخليها تذوب ونضيف لها جوج معالق صغار نتاع النشا، جوج معالق صغار نتاع النشا. غادي نضيف الحليب، وهنايا تنضيف الحليب ونستمر في التحرك. ضفت كاس نتاع الحليب، مازال غادي نضيف الكاس الاخر، جوج كؤوس نتاع الحليب. تنستمر في التحرك، وتنعاود نضيف كاس الاخر تاع الحليب. نضيف واحد شويه تاع البزار، الفلفل الاسود، واحد شويه تاع الملحه، الملحه تتبقى على حسب الذوق، وتنحك عليه واحد شويه تاع الزبده. نضيف واحد شويه تاع الفلفله مطحونه، واحد شويه تاع الهريسه، تتجي رائعه في هذه الصلصه.
نستمر في الحركة. غادي نستمر في التحريك حتى تعقد لي الصلصة. وممكن تضيفوا بودرة الثوم، انا ما تعجبنيش فيها الثوم، ما درتش الثوم ولكن تجي فيها رائعة. واخا هكا هاد الصلصة تتدار فيها بودرة الثوم والهريسة والزعتر وشوية الفلفل الأسود والملح، وغادي نضيف باقي واحد نصف كاس نتاع الحليب، جوج كيسات ونص نتاع الحليب اللي تندير في هذه الصلصه. كنت تجي هذه الصلصه تجي رائعه، تجي بنينه بزاف وسهله في التحضير. هذه الوجبه سهله في التحضير كوجبه عشاء سريعه توجد في دقائق، تجي بنينة في نفس الوقت، تجي بنينة. وممكن تحضروا بها عدة وصفات تجي رائعة وسهلة في التحضير. الصلصة ديالنا تجي على هذا الشكل، تنخليوها تتعقد. تنستمر في التحريك تتعقد لينا لاصوص، ما نخليوهاش تكون ثقيله بزاف وما تكونش خفيفه، كتجي رائعه. تخليوها غير تجمع شويه على هذا الشكل، تنستمر في التحريك. والكميه تتبقى على حساب الافراد العائله، الا بيتوها تكون الا بيتوها كثيره تزيدوا في المقادير، ما عليكم غير تزيدوا في المقادير، تزيدوا الحليب وتزيدوا مايزينا. هذه درت فيها جوج معالق نتاع صغار نتاع مايزينا نتاع النشا وثلاثه الكؤوس نتاع الحليب، هادشي اللي درت في هاد لاصوص والزعتر والهريسه والبزار. تجي رائعة. ولي بات بعد ما وجدوه تنزيد عليهم، تنضيف لهم واحد شوية نتاع زيت الزيتون. تنجانسهم مع زيت الزيتون هكا باش يتعزلو مزيان. وهنايا بعد ما بدات تعقد ليا لاصوص غادي نزيد عليها ثلاثة الفرماجات. انا زدت فيها ثلاثة فرماجات مربين، ممكن تزيدو فيها اي فرماج ولا تخليوها غير هكا كتجي رائعة بدون فرماج. تجي بنينة بلا فرماج ولا تجي بنينة بالفرماج بحال بحال. ديرو فيها جوج ثلاثة الفرماجات مربين ولا مثلثين ولا غير جوج. تنجانسها مزيان مع الفرمج، صافي دابا غادي نطفي عليها. وهذه هي لاصوص ديالنا بعد ما وجدت، تجي على هذا الشكل، تجي رائعة، تجي بنينة بزاف
ممكن نحضر بها عدة وصفات تجي رائعة وتجي كوجبة عشاء سريعة مع لي بات. وهنايا تنضيف لاصوص لي بات وغادي نجنسهم مزيان مع لي بات. صدقوني هاد لاصوص رائعة تتجي بنينة مع لي بوت ومع أي وصفة تتجي رائعة. حضرتو بيها تتجي رائعة، تتجي كوجبة عشاء سريعة دغيا كتحضرو هاد لي بوت. في آخر لحظة تقدرو تحضرو هاد لاصوص وهاد لي بوت بهاد الطريقة. هاد الوجبة تتجي رائعة وأنا غنحطهم في الصحن تقديم ونتلاقاو. هادو هما لي بوت ديالنا تنعاود تنزينهم بواحد شويه نتاع لاصوص اللي بقى ليا، تنعاود نزين بهذا لي بات. تنتمنى تنال يعجب ينالو يعجبكم، تيجيو رائعين، تيجيو كوجبة عشاء سريعة وتيجيو رائعين، تيجيبو الدراري الصغار تيجيبو حتى الكبار، تيجيو بنات. تنعاود تنزينهم بواحد شويه نتاع الهريسه من الفوق. وبالنسبه اللي تتعجبو الهريسه اللي تعجبو الحار، واللي ما باش الحار ما يديرش الهريسه لا في لاصوص ولا في لي بات. شويه واحد شويه نتاع قزبر من الفوق، واحد شويه نتاع الزعتر، نحكو عليهم واحد شويه نتاع الزعتر. وهذه هي الوصفه ديالنا نتاع اليوم، تنتمنى تنال اعجابكم، تيجيو بنان وسهلين في التحضير وجد اقتصاديين، تيجيو رائعين. ولاصوص اللي تجي بنينه بزاف ممكن تحضروا بها عده وصفات تجي رائعه. تنتمنى ينالو يعجبكم مشاهدين الكرام، وما تنساوش تدعمونا بواحد جيم بواحد لايك الى عجبكم، وتنشكركم على التعليقات ديالكم الرائعه وعلى المتابعه، شكرا لكم والى فيديو مقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.